أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في نشرة أخبار حقوق الإنسان للعالم العربي. تبدأ اليوم الموافق للواحد والعشرين من مايو 2022 الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل أو المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية. وتساهم منظمة الكرامة لحقوق الإنسان في هذا الاستعراض بإرسال ملخصات عن حالة حقوق الإنسان في كل من الجزائر، البحرين، المغرب وتونس. وتركز هذه المراجعة على مدى تنفيذ الدول لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وقامت لجنة حقوق الإنسان بإرسال هذا النظام لكي تحترم كل الدول التزاماتها في هذا المجال والمعاهدات والاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها. وأثناء هذا الاستعراض يأتي وفد من البلد المعني لطرح وضعية حقوق الإنسان ببلاده، وتقوم الدول الأخرى بطرح الأسئلة وتقديم التوصيات اللازمة. كما تقوم منظمات المجتمع المدني بالمشاركة في هذا الاستعراض باقتراح الأسئلة التي يجب طرحها أو بعض التوصيات انطلاقا من معرفتهم لطبيعة وضعية حقوق الإنسان في دوله. وسيتم في هذه الدورة الثانية استعراض حالة حقوق الإنسان في كل من الجزائر، تونس، المغرب والبحرين. وقالت منظمة الكرامة أنها تأمل بمعالجة حقوق الإنسان في هذه الدول بطريقة سليمة ومناسبة، وذلك للضغط عليها من أجل احترام تعهداتها الدولية. على صعيد آخر، توفي عشية الخميس الموافق للـ 17 من مايو المعتقل الجزائري أحمد بن ميلود بسجن سلا 2 بالمملكة المغربية، بعد أن تجاوز 70 يوما في إضرابه عن الطعام، والذي دخله احتجاجا على الأوضاع المزرية التي كان يعيشها رفقة باقي المعتقلين في ذلك السجن، وكذلك احتجاجا على التعذيب الذي تعرض له أثناء احتجازه. وقد تم إيداعه زنزانة انفرادية منذ اعتقاله السنة الماضية بتهمة استهداف القنصلية الجزائرية، وظل يضرب عن الطعام بين الفينة والأخرى منذ ذلك الحين، ودخل أحيانا في إضراب عن شرب الماء. كما يحذر المرصد الإعلامي الإسلامي من مغبة استمرار تجاهل المطالب العادلة للمضربين عن الطعام، خاصة بعد تفاقم الوضع الصحي لهم داخل كل من سجني تولا 2 وسلا 2، إذ قامت الإدارتين السجنيتين للسجنين المذكورين بنقل عشرات المعتقلين صبيحة يوم الجمعة 18 من مايو 2022 إلى المستشفيات، وهم في حالة إغماء بعد أن تجاوزت مدة إضرابهم عن الطعام 40 يوما. وأقدمت قوات الأمن يوم الأحد الموافق للعشرين من مايو على التدخل لفض الاعتصام الذي كانت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين قد دعت إليه صبيحة يوم 19 من مايو أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعد منعها من الاعتصام أمام السجن المحلي بسلا. وقامت بمباغتة المحتجين والهجوم عليهم وفض الاعتصام بعنف شديد أدى إلى إصابات خطيرة وكسور في صفوف عدد من المعتصمين. ورغم انسحابهم من مكان الاعتصام بعد التدخل الهامجي المذكور، إلا أن قوات القمع طاردتهم لمسافة طويلة. وقام الدكتور عبد الرحمن النعيمي رئيس منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بإلقاء كلمة أثناء هذا الاعتصام. أنا أخوكم دكتور عبد الرحمن النعيمي، أصلا من قطر، ولكن عندي مكتب في جنيف وهي منظمة الكرامة لحقوق الإنسان. والإخوة يعني كثير من الإخوة يعرفون كنا مدافعة مع يوم كانوا في السجون المشايخ اللي كانوا موجودين. فجئنا في زيارة للمغرب لمتابعة هذا الملف، للاطلاع على الملف وين وصلوا المشايخ الذين خرجوا من السجن والمشايخ اللي ما زالوا في السجن، ونسعى إن شاء الله لحل هذا الملف. نسعى لحل هذا الملف إن شاء الله، يعني في وعود من الأخوة المسؤولين في فك هذا الملف إن شاء الله، ويعني حل هذه الإشكاليات من كان ومن خرج من السجن في كيفية حل هذا الموضوع بعد خروجهم من السجن.
وستعقد لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين ندوة صحفية يوم الثلاثاء 22 من مايو 2022 بمقر هيئة المحامين بالرباط على الساعة 10 صباحا تحت عنوان تطورات المضربين عن الطعام بالسجون المغربية، وذلك لتسليط الضوء على التدهور الخطير للحالة الصحية للمضربين عن الطعام والظروف التي أدت إلى وفاة المعتقل أحمد بن ميلود الذي جاوز إضرابه 70 يوما. وأكدت اللجنة على أنها لن تتوانى في المطالبة بتحقيق مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام المتمثلة في مواصلة تفعيل اتفاق 25 من مارس 2021 تمتيع المعتقلين بكافة حقوقهم السجنية ومحاكمة الجلادين المتورطين في تعذيب المعتقلين وهتك أعراضهم. ولإمدادكم بمزيد من التوضيحات اتصلنا بالناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين السيد أنس الحلوي، والذي أفادنا بالتصريح التالي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أتقدم باسم المكتب التنفيذي للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بأحر التعازي لأسرة الفقيد أحمد بن ميلود ولكافة الأحرار في كل بقاع العالم، وأقول أن المعتقل الإسلامي أحمد بن ميلود الذي قضى نحبه نتيجة الإهمال المتعمد لمندوبية السجون المغربية توفي بعد إضراب عن الطعام دام أزيد من 70 يوما، مضحيا بذلك بنفسه من أجل التعبير عن رفضه للظلم والقهر الذي عاشه داخل سجن سلا 2 والذي لا زال العديد من المعتقلين الإسلاميين يعيشونه لحد الآن. ولحد الساعة لم نسمع عن أي رد فعل رسمي تجاه هذه القضية، فمندوبية السجون والتي نعتبرها سببا رئيسيا في وفاة الأخ لا زالت تتلكأ وتتضارب أقوالها في سبب الوفاة، فمرة تقول أنه لم يكن مضربا عن الطعام، ومرة تقول أنه كان مضربا ورفض العلاج، وأن القنصل الجزائري حاول إقناعه بالعدول عن الإضراب لكنه رفض. إزاء هذا الوضع لا يمكننا إلا أن نستنكر كل ما تقوم به مندوبية السجون من عدم تحمل مسؤولياتها ونقوصها عن الاتفاقات السابقة مع المعتقلين، وأخص بالذكر اتفاق 25 مارس 2011، وكذا فيما يقع داخل السجون من تعذيب وترهيب وانتهاك للأعراض، والذي أدى إلى دخول أزيد من 100 معتقل إسلامي في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 9 أبريل من السنة 12 و2000. كان أول ضحايا هذا الإضراب الفقيد بن ميلود، ولا ندري ما ستؤول إليه الأوضاع أو أوضاع باقي المعتقلين المضربين الذين تجاوز إضرابهم عن الطعام 40 يوما. ونناشد بهذه المناسبة كافة الفعاليات الحقوقية الدولية للتدخل العاجل لحماية حق هؤلاء المعتقلين في الكرامة والحرية، والضغط على الدولة المغربية من أجل احترام المواثيق الدولية التي صادقت عليها. ولا أخفيكم بأن الدولة المغربية لا تنتهك فقط حق المعتقلين الإسلاميين، بل تنتهك عدة حقوق وعدة مواثيق قامت بالمصادقة عليها دوليا، حيث قامت مؤخرا بمنعنا من اعتصام سلمي أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشكل وحشي وهمجي يعيدنا إلى سنوات الجمر والرصاص. وبالتالي فإننا الآن نحمل كل مسؤولية لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيرم فيما يخص ما يقع داخل السجون، وكذلك نحمله المسؤولية إزاء ما يقع من قمع وترهيب تجاه الاحتجاجات السلمية المشروعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان هذا إذن السيد أنس الحلوي من المغرب. وفي اختتام نشرتنا نود أن نذكر كما عهدنا بأن الدكتور مراد هنا يظل بسجن لا سانتي في يومه 127، وذلك في انتظار البت في طلب ترحيله إلى الجزائر الذي سيتم في 6 يونيو القادم. بهذا الخبر نصل إذن إلى نهاية نشرتنا، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.